لا لا بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، صلوا على رسول الله. زي ما انتم شايفين يا جماعة، وجبات سمك وجمبري. هتشوفوا مشهد عظيم دلوقتي. يعني انا بس بخليكم تشموا الريحة معانا الاول قبل ما نخش. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين يا جماعة، الناس اللي واقفة دي كلها واقفة بتعمل عظمة، بنات وشباب واقفين بيعملوا عظمة للناس المحتاجة. زي ما انتم شايفين كده اطباق بتتعمل. هتشوفوا دلوقتي حالا يا جماعة، انا لسه هفاجئكم دلوقتي. الاطباق السمك دي كلها بتتعمل علشان خاطر تخرج لله يوميا يوميا. بيقولوا عليه هنا مو عثمان. مو عثمان ده راجل عنده 60 سنة يا جماعة، بيوزع كل يوم وجبات لوجه الله تعالى. يعني مسخر حياته، بيخرج يقول يا رب على الله حكايتنا. زي ما انتم شايفين شايفين يا جماعة، السفر على الشمال وعلى اليمين كتير جدا. لا اله الا الله. زي ما انتم شايفين يا جماعة، العظمة انتم شايفينها. سفرة طويلة جدا للراجل خير، بيقولوا عليه مو عثمان. مو عثمان وسط البلد يا جماعة. هما دلوقتي بيبدأوا ان هما يسخروا الوجبات. هو كان الراجل على الله يوميا. زي شايفين كده السفرة قد ايه طول. دي سفرة ودي سفرة ولناك دي سفرة طويلة جدا على الاجناب شمال ويمين. ناس واقفة بانتظام بدون ما يعيقوا الطريق ولا يأثروا على حركة المرور. لا اله الا الله. لا اله الا الله. المنظر ده يا جماعه مش هتشوفوه غير في مصر. ده بقى العرقسوس الجميل اللي بيتعمل بعد الاكل. العرقسوس الجميل بتاعنا اللي ريحته يا جماعه دلوقتي قويه جدا ونفاذه جدا. زي ما انتم شايفين حضراتكم، الخير في مصر ما بيخلص. يعني الخير في الدنيا دي او في البلد دي ما بيخلص. محدش في البلد دي بيبقى جعان. بحب دايما انشر لكم الكلام ده، مش عشان خاطر احنا بن 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 بنقول للناس دي انها بتاكل. لا، احنا بنعمل كده عشان خاطر غيرنا يعمل كده. يعني احنا بنعمل كده يا جماعه، بنبرز الايجابيات اللي موجوده في البلد دي علشان خاطر اصحاب القلوب الرحيمه ترق برضو. يعني لو كلنا ساعدنا جيراننا اللي جنبينا مش هنلاقي حد محتاج في اخر اليوم. حد بلغ معالي يا ابني. ده يا جماعه زي ما انتم شايفين، هما بيبداوا دلوقتي عشان خاطر ايه؟ طلع الصوت يا عم، طلع الصوت يا عم. بيبداوا دلوقتي هما يا جماعه يوزعوا الاكل على الناس. الاكل سلطه وسمك ورز وطحينه وجمبري. اجيب لك معلقه عليا. زي ما انتم شايفين اهو السفرة. بسم الله ما شاء الله.
طويلة ايه دي واحدة بس من السفر. الكلام اللي انتوا شايفينه ده كل يوم كل يوم بيعملوه. في ناس متبرعة من اهل الخير بيقفوا يجتهدوا عشان خاطر يعملوا الاكل ده. زي ما انتوا شايفين يا جماعه الاكل حتى ريحته جميله. دي سلطه الطحينه وجبات يومية يا جماعة. يعني يوميا اطلقوا عليه مو عثمان. يعني زي مو صلاح كده. خد اتنين على بعض. زي ما انتم شايفين السفرة بيستعدوا لنزول الاكل. بيبدأوا بسلطة الاول بعدها طحينة بعد كده نزلوا الاسماك اللي هم جايبينها. بيوزعوا العيش على الناس قبل الاكل. ناس كتير واقفة على خدمة اهلنا. الناس اللي واقفه دي يا جماعه مش ناس كلها محتاجه. يعني تلاقي فيهم ناس تجار واقفين برضو بياكلوا. يعني الاكل لاي حد مش لشخص معين او لفئه معينه. هتلاقي اللي على الترابيزه هنا مسلم ومسيحي اخوات واقفين مع بعض بياكلوا مع بعض وبيجيبوا بعض كمان. يعني زي ما انتم شايفين زي ما انتم شايفين يا جماعه الوجبات اهي بتخرج. ده عرفته من عم محمد ان هو كان بيعمل شنط مكرونات ورز يوزعها. بس لما لقى عرف ان الناس بتبيع الشنط دي فقال لا انا هاكل الناس عندي مش هوزع. يلا يا مش هوزع مكرونات ورز في شنط تاني. يلا انا بس مش عايز اجيب الناس. انا هجيب نفسي انا يا جماعه واكلمكم انا هم يبقوا خلفيه. يلا يا امير سلطات. يلا يا امير. يلا يا امير. يلا عمال الله ينور عليك. زي ما انتم شايفين العظمه دي موجوده في مصر بس. يعني اي دوله في العالم مش هتلاقي فيها الكلام ده. بصوا الاكل هنا ليه ريحه جميله والله العظيم. ثلاثه يا جماعه يعني الناس اللي واقفه دي مش كلها ناس محتاجه. يعني انا جيت وقفت هنا برضو قعدت اخد معلومات وبيانات عن الموضوع قبل ما اطلع. عرفت ان اللي بيقف هنا مش شرط يكون محتاج. مش شرط تكون انت المهم ان انت تكون جعان اكل. انت بقى مين معاك ايه معاكش اكل وخلاص. فاهمني؟ دي الوجبات اهي يا جماعه وهي بتنزل للناس. عايز عيش وسع يا ابني حتى الاكل كله تمام. الوجبات اللي بتنزل للناس اهو. يلا يا عم يلا والله يا جماعه عظمه ما بتشوفهاش غير مصر. فعلا فيها حاجه حلوه. فيها حاجات حلوه مش حاجه يعني. خاطر ما نبقى منصفين. كل شارع وفي كل حته في مصر هتلاقي كده. هتشوف كده.
رفع الترابيزه، رفع الترابيزه، رفع الترابيزه، هات واحد، 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 لا اله الا الله. اللي عايز منها اديها له. بصوا يا جماعه العظمه. الراجل الطيب ده. الراجل الطيب ده هو اللي كان بيعمل الجمال والعظمه دي. يا جماعه العظمه دي بتتعمل كل يوم لاهل الله. وهو بعد ما بيخلص يعني بيخلص يتاكد ان يعني الراجل الطيب اللي هو صاحب الصدقه الجميله دي بيقول لي بعد ما بخلص لازم يعني اتاكد ان كله تمام وبعد كده يبدا يقعد ياكل مع الناس. هو الراجل الجميل ده مسمينه مو عثمان. مالناش دعوه بيه دلوقتي، نكمل موضوعنا. الجميل ده الحاجه اللي مش هتشوفها غير في مصر. انا مش عايز أجود. لا إله إلا الله. اللهم آمين يا رب. وسع عليك يا حاج محمد يا رب. شايفين يا جماعة يعني حتى الراجل بيعمل الموضوع بنظام. يعني أنا مش يعني في نظام في الموضوع غير طبيعي. شايفين الرصيف ماشي عادي، الناس بتاكل على اليمين ولا على الشمال، لكن الرصيف في النص، الرصيف في النص شغال. وعامل برضو ركن للسيدات، يعني في ركن جميل هنا برضو للسيدات. شايفينه اهو. احنا بننقل كده دي يا جماعه. يعني عايز اقول لكم احنا ليه بننقل الجمال ده؟ ما انا لو ما يعني لو ما وريتلكوش ده عشان خاطر في ناس كتير قوي بتنتقد اللي احنا بنعمله، تمام؟ لو انا ما وريتكوش الجمال ده انت فاهمني؟ هتحس ان الحياه سودة، يعني هتحس ان الدنيا كلها سواد، مع انها الدنيا مش كلها سواد. ده يعني دي مصر جميله يا جماعه. والله بلدنا دي جميله. يعني اللي بيحصل ده دي رحمه. ده حب. لما انا انقلهولك هيديك طاقه ايجابيه. لان انت او غيرك ممكن يعمله. لكن انا لو ما نقلتلكش ده، يعني انا كدوري كصحفي لو ما نقلتلكش ده، طب هنقعد نجيب كل الحاجات الوحشه؟ لا طبعا يا جماعه، في حاجات حلوه في البلد لازم تتجاب يعني، ولازم تساعدونا ان احنا نجيبها. مش كده خلاص.